السلام عليكم، مرحبا في فيديو جديد، فيديو رائع جدا بمكون هائل هائل جدا، رخيص في الثمن لكن منافعه وفوائده لا تعد ولا تحصى. أولا يزيد الوزن، يفتح الشهية، والأهم من هذا أنه يعالج هشاشة العظام والألم المفاصل، وأقسم بالله أنه يجبر الكسور، يجبرها رائع جدا جدا. وأتحدى أي مغربية تعرف عن هذا المكون أو تسأل أمها أو تسأل جدتها عن هذا المكون وتقول أنه لا يفيد، بالعكس رائع جدا جدا جدا، وأقسم بالله وصيامي أنه رائع جدا في تجبير الكسور، علاج ألم المفاصل، هشاشة العظام، رائع جدا. والأهم من هذا أنه يفتح الشهية ويزيد. إذا كنت تعاني من هذه المشاكل أو هاتين المشكلتين بالضبط، فما عليك إلا أن تشاهد الفيديو إلى آخره. لا تنسى اللايك، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد، وأي استفسار أتركه في التعليق سوف أجيبه في الحال. وهي بنا إلى المكون. المكون كما ترون هو إيلان، هذا هو اسمه إيلان. أتمنى من أي أحد رأى اسمه أو عرف اسمه بلهجة ثانية من أي لهجة في الدول الثانية فليتركها أسفل في التعليقات لكي يتعرف عليها الجميع، وأنا بدوري إذا وجدت اسم ثاني سوف أتركه أسفل في التعليقات، لكن معروف باسم إيلان، هذا هو شكله. أما عن طريقتي، أولا أقوم بتحميصه في المقلاة، لتحميصه لمدة دقائق فقط، ليس كثيرا بل هو بسرعة، يعني دقيقتين أو 3 دقائق فقط يقوم يعني أو يتحمر بشكل سريع جدا. سوف أقوم بتحميصه، بعد ذلك أقوم بطحنه ويصبح هذا وشكله الذي سوف يظهر هنا في الفيديو. أما عن الطريقة فمذكورة في العنوان، متأسفة على الإزعاج الذي سوف يظهر في الفيديو، لكن متأسفة جدا. ملعقة كبيرة فقط من هذا الإيلان المحمص والمطحون، ملعقة كبيرة، يمكن إضافتها على كأس من الحليب، يمكن إضافتها أو مزجها مع العسل، مزجها أو يمكن مع الماء فقط، الماء الدافئ، لكن أفضل شيء هو الحليب، رائع جدا جدا جدا. سوف يقوم فتح الشهية بسرعة كبيرة، سوف يعالج هشاشة العظام، ألم المفاصل، تكسر العظام أيضا إذا كنت قد عانيت من كسر، عفانا الله وإياكم. سوف يعود، هو يقوم بترميم العظام، رائع جدا 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 جدا. يمكن طبخه ايضا مثل شوربة في الماء، والاضافة قليل من الملح والفلفل الاسود وقليل من زيت الزيتون، ايضا رائع جدا جدا. يمكن اضافة الحليب ايضا، لكن افضل شيء هو ملعقة كبيرة مع كأس من الحليب كل يوم او في هذا رمضان كل ليلة، رائع جدا، بالفعل رائع جدا جدا جدا. لا يهم قبل الأكل أو بعد الأكل، المهم هو النتيجة، نتيجته لا تتغير سواء قبل الأكل أو بعد الأكل. كان هذا هو فيديو اليوم، متأسفة على الإزعاج الذي سوف يظهر في الفيديو، لكن يجب أن أقوم بتصوير فيديو لكم، ويجب أن يعني مثلا إيلان هو شيء أو مكون رائع جدا جدا جدا، لذلك أردت أن أشاركه معكم وأن لا يفوتكم هذا الفيديو المرجو مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يلام به غيرك. ومن تعرف على المكون من دول المغرب العربي فليتركه لي أسفل في التعليقات. إذن إلى اللقاء مع فيديو جديد، ومتأسفة مرة أخرى.